سهرة أحمد عبد الله سهرة إليس مركه هراء واتكم هرسنت هوريس قاعد نسسي. إن أفر سؤال ده كابن ما دامت فنانة دي سوماليا ده بشد بدني كحران تاي أتاي. أفر سؤال ده كابن وسكا مركاسي بالمدلع من كويدين دور. إن سهرة أرتب المركه هراء فانكي ده كل لحظة أقول كصاب الشيء فناني بدل بكهرس. وارهن. إن فانك إمك. يفنكي هرايات كتر سنة دبعة كون نوات كتر سنة هاي خلو بسبر برليكو سنة هرطا أنا وحن أوران كرا فن مرك لاي راحتو فنانين و فنانين تي هرادة إلا روطا في عانة هذا النوا هذا الكي هرا لكن أنا قد حزا نوكا قصور دعنا أنا قول يهي ووينا قول يهي كوحي غيبانونا وكوان دنبايم كيمي وحن ما أم علينا يا كل أنا قلبت كيقولنا إنه كسي يرى مقرن سحقي ده كسي كوي وين يرى مقرن لكن فنانين تي هري وين أرتا إدبا سوغان تو ده بجارين فن كود عيد مجاريسو يقلبت الكودو وان سلامي يا بد بدن أو فنانين تي وين ده هراء وان سلامي يا أو ده هالك كم سو كوري كرامي مكدان سرعة تريسي لكن فن كان دمبه والله فن كان دبني يودي هرتاي مكدان أفكار شجعنا عروت ويلو علوبيا كودي عروت ويلو علوبيا لكن فن كيبا واحد يسكت أي مكرت عقب فن رضا وته فن كيبا يدي واحد يسكت صاف فوق صدق واحد يرضى تيك توك أي يسكت صاف فوق صدق هاسيو هذا ليو واحد صرنا واحد يسكت صاف فوق صدق بحال يرضى تيك توك أو واحد ينان أدوك كو أرك أيات كو أركيسة هذا واحد ينان هري دقنوا لهين وين دين تنو قلين أو بدن 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 كو أركيس أمر كسر صرنا سنين كدوية دي ميل رجية خلاو ولا هدية دوية دي ولا رجية مركا محل إذا هذاي فن كان دم بي والله قاد بقولني محب دنجي حد أرن الله هيد إن هي سها قار الله يا بتره تيوم مسكحين ترى والمرأة دي هي سنمية هبورين بالشغل صوب الدم ما هي والله هي سب بدن بيتلا هي سب بدن أنا نقول حتى موذي يو إن أنا هي سهين ما لها تطلع عايو ما قرأت هاي قارب ميريا صدق يو هو يو بقى أي واحد ديا اللي جرني ما قرأت هاي تو وحنا جرني بحرت إدي مك ميريا هيا عيا بهالكي ميريا أنا وح النقضي بقى قف كسو جوري جيس دحيد دح شو قوي عيل قبي هل خاصو بكل البحية تي قبر دوني سنة عيدال خاصو كل البحية تي دوني سنة نير كذا هنا عيدال خاصو كل البحية معنيه ميريا وح النقضي بقى نقول وحنا شق كل هاي وح كبقيا وح يهديت كسي ضمبيا دي هرت إلى هاي بقى أوجي إلى هاي هاي نوع وح لا هاي بل وح ميريا لا هاي نجا كلا يريو وايو دقة كوسي لوما يابا إما كوسي تجي يابا ها إن سوشيال ميديا بين ولو كشرنا هاي إن دود أشيبه بين سوشيال ميديا كسات هاي إن أرتو إم سويل بدر شلون الله وريا إيه هرت أنا كوينا بمندل ما شاء الله أنا كو هبلا ميرا بمندل وعي سهرای هبله ها گاه باشه. و هدیه دوتا استرس صدها نقاط این تی صدها دیگر گروهی هستند. داد بایم که سوشیال میلی کسعتا یان و صدها ده هدیه گروهی گتی مادا هر کی بربر نسایی نایمان. داد با که ورم با. الله. ارث تاسی و اثان یا بخیک دمادای حالی مرکان داو بره. این ارثانو که هبله میرم بندله. صدها نوانه. و هبله هیک دو ولقبا. ماشاءالله. And marka halkaas aan ka naxayo waxaan sidinaaya dhablaha gutalo sidood sidee u yihiin talo wuxuu yiin ma wanaagsan waxaan ogaahay inaanay wuxumeyn waayo hablahaygu la qaba way og yihiin aniga sidee ii jecel yihiin bay inanka hooyadiina de u jecelanayaan waayo reerku ma badhsinaanaya gabadha haday tiraahdo way jiraan dad badan oo sadoxaha iyo waxyaabaha ma garanays wax ka sheega way jiraan laakiin ma qaba anigu إن مقرني صدهي وح صده لا يداوي مشرته هو يو هو يوم أما إن هذا شو أما إن أنت هذا شو هو يو هو يوم هو يا جوري لود دي ذي يا وأنا كه هو يدي بجوري كون نولاني سا ووحيا بان الله يا بيانو وايو إن كينه وان دوني وان شالي يا حاجة جيوي وان شالي يا هو يدي نو وان عيا ده هو يدي وات إن كرات قرحة بدن لا لا شوكت إيد محن كرين نصيب كيس كين كيرين هذا شيء ويان oo haday doonta aad horti ka kaxaysan dad xariifisa de horta anigu hadan inaan dhalay laha oo isku kay xariifiso waan albaabka ka saar baan oran la albaabka ka saar baan oran la mid wanaagsan bay ilaahay ku siinayo ducaysan hooyadii aad baahayd baa u duceeyeen markaan waxa soo kala waan ka dhintaa marka wax soo dox la yiraahdo ma jiraa waa hooyo uu waa ina ka hooyadii maxaan ku raaday inanta hooyo maxaan ku raaday hooyadeed labada hooyo waa hooyo iyo hooyo maxay ku kala duwan yihiin adigana way ku dhashay tan aan ku dhashay
isagana tan aad dhashay labadii nin ilaahay bay isugu keeno oo labadaa dacalaf ka wadaagay oo midowdeen marka labadii hooyo waa inay isugu keen mid noqdaan ha way en su'aashada ugu dambeysa en saaray en dunidu waxa ugu weynay ama halkaan noqoto ama dunidu waxa ugu weynay laga heesaa wajacay waa run en inkastoo aad ugu badan tahay dhinaca wadaniyada oo aad heesa badan oo wadaniyad soo saarto waa en saaray harto marka la ilaahdo in badan dad aan heesana waa soo qaaday fanaaniin badan baa degaysay tokiyo dunida kuwa soomaalida saaray en haddii la ilaahdo in ka tusaale ahaan ee jacayl baa laga heesay waxaad isleedahay waa lagu soo koobi karaya ayo heesaha ayaa loo badin karaya lay horta anigu waxaan ugu jecelahay heesa la qaado wadaninimada ugu jecelahay laakiin haddii kulli cid loo hees lahaa ama cid la amaani lahaa horta jacaylku wax iska jira oo cid walba oo dee bini aadana dee cid way jeclaan kartaa jacaylkuna waa wax jira oo ilaahay bini aadanka ku abuuray markaa maxaa la yidhahday haddii kulli jacayl laga hees lahaa waxaan odhan lahaa un anigu yaa ha lagu soo koobo hablaha aada ha loo ammaano unbaan odhan lahaa hablaha si fiican ha loo ammaano un baan odhan lahaa jacaylka maad fahantay dee jacaylka marka inanta aada loo ammaano dee inankana wa u ammaanayay mar haddii gabadhii si la ammaanay isaguna u ammaanayay ha waayo inanta waxa loo ammaanayaa waa hooyo waa habryaro way ku dhashay macni dhinac walba weeye marka macnihii dumarku wax loo dhigaa ma jiraan macni dumarku waa bilis maasha allah waa nimcada adduunyada ee maxaan ku dhahnay ma garanaysaa imika qaar bay gudhoor saarin miyada inamaba dhalin wallaahi walaalna nimcu ilaahay siiyaban oo hablo miidhan baan dhalay maasha allah tabaarakallah intii inama dhashayna allah u barakay intii hablo keliya dhashayna allah u barakay ilaahay noo wada barakeeya awlaada ha way aada baad u mahadsan tahay daawade waxay ahayd sahra axmed cabdilaahi oo markaasi loo yaqaano sahra ilays in badan bay fanka kusoo jirtay war wacadaa runtii dhanka fanka ah waan uga mahad celinaynaa su'aalo kooban iyo markaasi wax ayaan halkan kula yeeshay aada baad u mahadsan tahay aada baad idinkuna u mahadsan tihiin codka bariga africa na waan soo dhoweynaya maasha allah waanu idin garab taagan haddaanu nahay fanaaniinta marka idinkuna waa mahadsan tihiin wareysiga macaan ee quruxda badan le fiicana idiga qaadeen horta niyo anigu bahalada heesaha iyo waxaa inaan ogan hadallada aada iskuguma fiicnin laakiin iminka waxa bid moodaa inaan ma garanaysaa hadalkii yaa media soo yaro baranayo ma garanaysaa haa laakiin ima fiicna waayo dumarku inay mediaha ku bataan had iyo jeerale hadalkoodu waxaba dhici kartaba hadal yaroo qalado oo aanad islahayn adigu si ma garanaysaa qalado u dheh inuu qofku si de ma garanaysaa qalado u yidhaahdo marka insha allah ilaahay ma garanaysaa aada baad u mahadsantahay aniguna aad baan u jeclay ummadayda dadkayga soomaaliyeed meel kastoo joogan waan jecelahay dadkayga soomaalilanda de waaban ku dhaartahay oo waan jecelahay xaqiiqdii aada baan u jecelahay qaar baa jira miidiyaha rag ah oo hablaha u tiriya kuwaana waxa leeg war hooy hablaha u tirin inay ka daaya wariya habluhu way idin dhaleen oo guur baa ka sugaysaan xataa qaar waxaa jira dee waaweynoo dumarka wax ka sheegaya war dumarka waxba aa ka sheegin dumarka waxba lagama sheege dumarku ceeb ma leh cay ma leh ma garatay waaba hooyo waa hooyo waa walaashaa waa habaryarta waa hooyada waa ayeyda waa edada waa dee dhinac walba marka waxaan leeyahay war rago hablaha cayda ka joojiyo ka daaya aad baad u mahadsantihiin daawadayaal intaan wareysi ka mid la mida ku kulmi doono waxaan kaga tegnaa sidaa iyo nabadgelyo